فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام يسكت سكتة طويلة قبل أن يجهر بالفاتحة، فهل لي أن أقرأ الفاتحة قبل قراءته وقبل جهره؟ لا بأس، لا بأس، لك أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، قبلها أو قبل قراءة الإمام أو بعده، لأن هذا لا يضر في السبق، هذا لا يضر في السبق، مثل السبق بالتكبير أو السبق بالأفعال، الركوع قبلها والسجود قبلها، ما السبق بالقراءة ما يضر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.